صباح الخير يا زلمة، طبعا في تحليل فني الصباح لشركة وينزل بروكر. هيدا مالك كريم مجدي، يوم 31 مايو 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار النفط، عودة الأداء الإيجابي والارتفاعات العنيفة لأسعار النفط، وتسجيل أعلى مستوى ليه خلال أكثر من شهرين، مع توصل غير متوقع للاتحاد الأوروبي لقرار بشأن حظر جزئي على واردات النفط الروسي. طبعا اتفقوا على حظر جزئي بمبدأ حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، مما طبعا بيمهد لحظر كلي. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق، ما كانش عندنا بيانات هامة، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار زي ما وضح معانا على الشورت. الاداء الايجابي والارتفاعات الكبيره والعنيفه لاسعار النفط، اداء ايجابي على مستوى كل المؤشرات، اداء ايجابي على الاي ام اي، على الفلات ترند، تقاطع متوسطات سعريه الاعلى، ثبات السعر اعلاهم، واداء ايجابي على مؤشر السعر. ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر 119 30 وراها ال 120 50 واخر نقطه عند 122. مره ثانيه كسر ال 119 30 وراها ال 120 50 وراها ال 122. السيناريو الاخر المعاكس استحق بكسر 115 30 وراها ال 113 20 واخر نقطه عند ال 111 30. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.